إذا تقطعت بالإنسان الأسباب، يعني تجرد قلبه من كل سبب قد يتشبث به، إذا تجرد من هذا كله ولم يبق في قلبه تعلق إلا بالله عز وجل أو الفرج، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، تقطعت به الأسباب. كفار قريش في حال الرخاء كانوا يتشبثون بآلهتهم، لكن إذا ركبوا البحر وجاءتهم الريح العاصفة وقذفوا بأصنامهم لم يبق في قلوبهم إلا الله عز وجل. فهنا قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، فنجاهم عز وجل لأنهم جردوا قلوبهم في تلك اللحظة لله عز وجل، لكنه تجرد أعقب بإعراض. ولذا ذكر عز وجل أن الكفار لهم إنابة، لهم إنابة إلى الله عز وجل. قال تعالى في سورة الروم: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. ما الذي بعدها؟ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم، يعني من المنيبين، لربهم يشركون. فنحن بحاجة جميعا إلى الاعتماد على الله عز وجل في جميع الأحوال، ولا سيما إذا انصرف عنك الناس، يأتيك الفرج من الله عز وجل.